يعني جنابك تعرف بأنه كل شيء وارد في العملية السياسية العراقية، ودائما المستجدات تكون على أساس الحراك السياسي في اللحظات الأخيرة. إلى حد هذه اللحظة لا يوجد تأجيل الانتخابات، سارية باتجاه أن تكون في موعدها. الأمور الفنية المفوضية هي جاهزة ومستعدة على تم الاستعداد. أيضا تهيئة الكتل السياسية ونحن منها أيضا نضغط بهذا الاتجاه. هناك بعض المعرقلات لإقامة الانتخابات، منها توفير الأمن الانتخابي بشكل خاص والأمن المجتمعي بشكل عام. نحن نسعى ونعمل جاهدين وفق المساحة التي موجودة عندنا باتجاه أن يكون هناك جو انتخابي آمن يستطيع فيه الناخب العراقي أن يدلو بصوته بدون أي وسائل للترهيب. بصراحة من خلال بعض الاستدعاءات والاستجوابات الدستورية لقيادات أمنية بسبب الخلل الأمني والإرباك الأمني الأخير أو ما قبل الأخير بهذا الوضع الأخير الحاصل في الساحة العراقية. لكن مع هذا مثل ما تعرف بأنه من المحتمل أن يكون هناك هكذا سيناريو، نحن نضغط باتجاه أن تتم الانتخابات في وقتها. لأن يعني مثل ما تعرف هذا الاستحقاق، استحقاق الانتخابات، إحنا اسميناه استحقاق تشرين. ومثل ما تعرف بأنه بعض الكتل التشرينية أيضا هي عازمة على الدخول في الانتخابات. صحيح. وأن يكون لها بصمة حقيقية، لذلك نحن نشيد على يدها بهذا الموضوع ونعمل بهذا الاتجاه، وإن شاء الله سيكون هناك مخرجات حقيقية تعبر عن رغبة المواطن. لن توافقوا على أي تأجيل ككتلة نصر؟ لن نوافق على أي تأجيل، لكن بنفس الوقت سوف ندرس البيئة. إذا كان هناك بيئة أمنية غير صالحة لإجراء الانتخابات، بالتالي ما الجدوى من إجراءها؟ سوف تكون تجربة مستنسخة لـ 2018 والتي نعيش اليوم تراكماتها في هذه المرحلة. خلينا نعمل على إجراء تغيير حقيقي، مو فقط لأجل التغيير وإنما لأجل حصول مخرجات ملموسة على أرض الواقع.